أعزائي متابعي قناة هل تعلم، أهلا بكم في كل مكان. في هذه الحلقة يمكنكم الاستمتاع بمقاطع الفيديو الرائعة من كاميرات المراقبة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. فصل الصيف على وشك أن يبدأ، وهو الوقت الذي يحب الناس فيه أن يشربوا عصير القصب كثيراً، ذلك لما له من فائدة غذائية ومن الشعور بالنشاط الذي يستفيده الجسم من شربه. ولكن ربما بعدما أن تشاهد هذا الفيديو قد يتحول حبك لهذا المشروب إلى نفور. يظهر فيه هذا الشخص وهو يضع فيه هذه الشربات، وأحدهم يسكبها له، بينما هو يظهر في مشهد كما لو كان يغسل يديه فيه، ثم يقوم بخلط هذه المكونات جميعاً باستخدام يده العارية. ولا يخفى عليكم كمية الميكروبات التي من الممكن أن تكون يده حاملة لها. أعتقد أنك بعد اليوم حينما تشعر بالعطش ستفضل شرب الماء كثيراً حتى لا تتعرض للخداع. ربما رأيت العديد من طرق السرقة المختلفة في الأفلام، وربما بعضها كان غير قابل للتصديق بالنسبة لك، ولكن في إقليم أوترا براديش بدولة الهند حصلت إحدى عمليات السرقة التي تشبه إحدى هذه السرقات، بل ربما يمكننا القول أن هؤلاء اللصوص قد استوحوها من أحد الأفلام. قاموا بالولوج إلى هذا المحل عن طريق نفق يمر إلى داخله، وحينما دخلوا وجدوا أن تمثال الإله خاصتهم ينظر إليهم. قاموا بتدويره للناحية الأخرى حتى لا يراهم. يا لهذا التدين! وليس هذا فحسب، بل حينما قاموا بسرقة المحل وسرقة الخزنة تركوا رسالة لصاحب المحل على الحائط، وقد علقت وسائل الإعلام على هذه السرقة باللصوص المتدينين. إذا كنت تعتقد أنك قادر على القيام بهذا فلا تتردد بالضغط على زر لايك. حينما يقوم أحد الوزراء أو كبار رجال الدولة بزيارة إحدى المشاريع أو افتتاح أحد المصانع الكبرى في إحدى الدول، يكون هناك تأمين مشدد لهذه الزيارة، ويكون هناك رجال التأمين الشخصي وقوات التأمين الأخرى التي تكون متواجدة بالقرب من عملية سير الزيارة. ولكن دعوني أريكم عملية تأمين من نوع خاص جدا. يحمل الحراس الشخصيون هذه الدروع على ظهورهم، وترتدي الشخصية المهمة هذا القناع الأسود. بالحقيقة لا أدري ما الفكرة، ولكن ربما حتى لا يتعرف أحد عليها. وفي النهاية لا يسعني إلا القول، يا له من تأمين. جرت العادة الدراسية أن الأطفال والطلاب هم من ينامون أثناء الحصص والمحاضرات، ولكن يبدو أن هذا الفيديو سيثبت لك أنه لكل قاعدة شواذها. يظهر هنا المعلم في الفصل وقد غط في نوم عميق، وأحد الطلاب يقوم بتهويته حتى يتمكن باقي الطلاب من ممارسة ألعابهم المفضلة داخل الفصل، ويبدو أن الطلاب يتناوبون واحدا تلو الآخر حتى لا يستيقظ الأستاذ. هكذا تنهض الأوطان وإلا فلا. شاهدوا معي هذا الفيديو. يظهر بعض الناس وهم يشاهدون أحد أفلام الرعب داخل السينما، ثم في هذه الأثناء تظهر أمامهم هذه الفتاة ذات الرداء الأبيض والقناع المرعب، لكي تنطلق بسرعة نحوهم في المدرجات وتصدر هذا الصوت المخيف. فيبدأ الجميع بالهلع والفزع نتيجة لهذه المفاجأة التي لم تكن متوقعة ولم يضعها أحد في الحسبان، بينما قرر شراء تذكرة لحضور هذا الفيلم المرعب. انظروا معي كيف يهلع الناس وتتعالى صيحاتهم من الخوف والفزع. والآن أخبرني، لو كنت مكان أحد هؤلاء المشاهدين، ما الذي كنت لتشعر به؟ بالهلع والخوف أم بالضحك؟ القطارات أكثر المواصلات شعبية وأوسعها انتشارا في كل دول العالم،
ربما لأنها وسيلة سريعة وتتسع أعدادا كبيرة من المواطنين، ولذلك فهي واحدة من أسهل وسائل المواصلات عبر العالم. ولكن شاهدوا معي هذا الفيديو حيث تنقلب الآية. بدلا من أن يستقل الناس القطار يقومون بدفعه من على الرصيف، ويبدو أن هناك عطلا بهذا القطار يمنعه من الحركة، ولذلك اجتمع هؤلاء الناس ليقوموا بدفعه من على الرصيف حتى يتمكن قطار آخر غيره من القدوم على نفس الخط. ما الذي يحدث في العالم؟ على إحدى شواطئ مومباي ترتفع الأمواج على الشاطئ كثيرا، وإن لم يكن المارون بالقرب من هذه الشواطئ على مسافة كافية ربما قد يشكل هذا خطرا على حياتهم، فمن الممكن أن يتعرضوا لارتطام الأمواج. ولكن انظروا معي إلى هذا الفيديو الذي ربما إن رأيتموه على عجل قد يتهيأ لكم كما لو كان هؤلاء الاثنان يسيران على الماء، ولكن بعد النظر بشكل جيد يتبين لك أن هناك جسرا صغيرا لا يظهر بسبب تلاطم أمواج البحر. في إحدى المستشفيات الحكومية بدولة الهند تم تصوير هذا الفيديو. ذهب أحد المرضى إلى المستشفى، وكان من المفترض أن يجري له الطبيب عملية القيلة المائية، ولكن يبدو أن الطبيب قد أجرى له عملية أخرى غير تلك التي من المقرر أن يفعلها، مما تسبب بقلق كبير لدى المريض. لا أدري ما الذي كان يدور بذهن ذلك الطبيب أن يجري عملية غير التي من المفترض أن يجريها أصلا. هل من الممكن حصول ذلك؟ أخبرونا في التعليقات. في مختلف دول العالم بمختلف ثقافاته المتنوعة دائما ما نجد أن الشعوب تحترم الأطباء وتقدرهم، وذلك لأنهم يعملون ليل نهار لإنقاذ الناس ومعالجتهم من مختلف الأمراض ويحافظون على صحتهم، ولذلك كان لابد على الشعوب احترامهم. وفي بعض الأحيان حينما يكون العلاج باهظ الثمن يتوجه الناس إلى المستشفيات الحكومية حيث يتم صرف معظم العلاج بالمجان. ولكن إليكم هذا الفيديو الذي تم تصويره في دولة الهند. ذهب أحد الأشخاص إلى هناك ليلقى الرعاية الطبية، ثم أخبروه أن الطبيب لم يأتي بعد فانتظر، ولما طال انتظاره دخل إلى مكتبه ليسأل أين الطبيب، فأخبره بأنه في إجازة لمدة 15 يوما. فسألهم أنه حينما يكون هناك طبيب في إجازة يحل محله طبيب آخر، وبدأ بالسؤال والنقاش مع عمال هذه المستشفى الحكومية، ولكن حينما لم يجدوا مع هذا المريض بدا قاموا بطرده من هناك وأخرجوه من المستشفى. في الحقيقة لا أدري حينما يتعرض المرء لموقف كهذا ما الذي يفعله وأين يذهب. في دولة الهند بعد توالي ظهور عدد كبير من الممثلين المميزين في مجال بوليوود، إلا أنه لا يزال الممثل الكبير شاروخان يتمتع بطابع متميز خاص به وحده. بعد مرور كل هذه السنوات لا يزال الكثير من الناس يحاولون تقليده في رقصاته وقصات شعره ومظهره المميز وأغانيه البديعة. انظروا معي إلى هذا الشخص الذي يظهر في هذا الفيديو وهو يقلد أسلوب شاروخان ويحاول أن يبدو بمظهر كمظهره تماما. هل سبق وأن اشتريتم الملابس بأنفسكم؟ هل سبق أن لاحظتم أن أنواع الملابس التي تودون شراءها حينما تشترونها من محل كبير يكون سعرها مختلفا اختلافا كبيرا عن سعرها إذا ما قمتم بشرائها من محل صغير؟ ربما تنخدع بذلك الطبقات الأرستقراطية في مختلف المجتمعات، فهم ينخدعون باسم البراند أو الماركة التجارية التي تحملها الملابس، وهم لا يعلمون أنه حتى وإن كان هناك فرق بين الخامات التي تم تصنيع هذه الملابس منها فليس من الممكن أن تحدث هذا الفارق الكبير في الأسعار.
إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟